بسم الله الرحمن الرحيم. معك العزوزي المهدي بن عمر بن عزوز بن حميده بن العزوزي، كعضو من الجماعه كرئيس جمعيه افاق للتنميه والتضامن. احنا مع سيدنا بعد هادشي ديال الاراضي السلاليه الجديد والقانون الجديد. قال لنا سيدي الاراضي السلاليه يجب على اعضاء الجماعه السلاليه المحافظه على املاكهم. هذا الشيء علاش حنا حاضرين هنا، حنا دابا واقفين كحنا كنحافظوا على الاملاك ديالنا. وقالت الماده 7 ما قلناش حنا. ثانيا الاختيار ديال النائب السلالي كيكون عن طريق انتخاب ولا بالتوافق، ولما كانوش هادو جوج قال لك القانون بانه راه خصو يديرهم القيد، يدير القيد من الجماعه ماشي جماعه. حنا حاطين ليه شكايه ضد الناس في شهر 3، ها هي بالتاريخ ديالها شهر 3 في 8/2021. قلنا ليه هاد الناس راه هما ما خدامينش، هاد السيد عيان وهاد صادره في حقه احكام بغرامه ماليه لا يمكن اصلا يكون واحد معجل. افراد الجماعه ما كيدويش معاهم، كيفاش غادي ينوب علينا؟ هما دي جوج بقاعي مستولي عليهم لحد الان بمعيه نائب سابق. مع الاختلالات اللي كانوا دايرين ونائب سابق تعزل، دابا ملي حنايا بغينا نديروا نائب من هاد الناس ديالنا، مشى لنا النائب السابق هو واحد شي اعوان ديالو ومشاو فرضوا علينا اعوان السلطه. الشيخ والمقدم هما اللي مطارحين هادشي على القايد، وحنا دايرين لي شكايه في شهر 3 قلت لك في 8 وشكايه اخرى شهر 4 في 6/2021. وكيف يعقل في شهر 7 يولي نائب؟ ما جاوش الشكايات ودار نائب من عنده وقال لك انا اللي عندي صلاحيه. قال لك احنا اللي عندنا القائد هو اللي عنده صلاحيه. انتوما سيدي ما انتوما والو، انا اللي غندير. قلنا لها سيدي هاد الناس راه عندهم احكام، هاد الناس راه ما خدامينش. اللي كان عنده راي وكيبغي يطرحوا على القائد كيقولوا سيفتك الحبس، ومن بينهم هاد السيد الحاج. ها هو سيدي غنعطيه هو الكلمه ويقول لكم شويه على هاد النازله هادي. الاختلاف اللي عندنا وهو ديال النائب، مشينا عند القايد باش نديرو نائب، حيدنا النائب، بغينا نديرو نائب، قال لك انا اللي نديرو. قلنا ليه واخا، قال لك غتحطوا لي ثلاثه الكاريات ولا اربعه انا نعزل واحد. قلنا ليه ودي لا ماشي قانون هذا، خاص الجماعه اللي تخير فيه واحد وديرو يكون عنده الاصوات. قال لك لا ما نديرش كما تصوت، القانون كيعطيني ندير نائب انا اللي بغيت. مشينا ليه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، قال لك انا اللي ندير النائب. تما ما تدوش خلينا انا ندير النائب. مشينا شحال من خطره عنده ما تقبلش من هذيك الهضره، قال لك لا والو. ايوا تبعوا لي شكايات وما تبعناش. قال لك قال لك تكتيني بالاول، غادي نبحث عليك، غادي ندير لك، غادي نعمل، غنصيبك الحبس. في 74 84 هذا السيد نائب في من 74 ل 84 عاد هو بغى يتحاسب معاه في هذاك الشيء. يتحاسب معاه من جديد. هو زيد في 74 القائد، بغى يتحاكم مع واحد قبل ملي يلاه كان هو زيد القائد، بغى يصيفط السيد الحبس اللي هو راه ولات عنده دابا 97 عام. والله يطول لنا في عمره. منهم بامينود، ها هو من الجماعه، ها هما الناس كلشي هادو ذوي الحقوق. دابا سيدي دابا المشكل اللي طحنا فيه ملي دار هذوك النواب، دابا قال لك حنا ماشي نواب علينا، وحنايا مقبلين على تحيين لوائح ذوي الحقوق في هذا القانون الجديد. حنا ما هاربين من حتى حاجه، حنا ناس قانونيين، عارفين 1762، عارفين المذكرات كيفاش كيجيو، عارفين القايد قالوا لي دير اللوائح ذوي الحقوق. هو جابها قتل ديك اخر السنه وصيفط لي من النواب. حنا راه من العام اللي فات حنا كنقولوا لي باغي نديروا نائب، وحنا عندنا نزاع مع هذا النائب القديم. وسيدي راه ما خصوش يدير لنا نائب، كان باه نائب مع النائب القديم. لا واش حنا حيدنا هذاك العهد ديال الاستبداد؟ حيدنا العهد مع الاستبداد وحيدنا كل شيء وبغينا نديروا شباب. راه الشباب كاينين، راه كاينين الناس اللي كيتعامل اللي كيتحلوا بالاخلاق الحامده. كاينين الناس، كاينين الواسطين، كاينين ماشي هاد الناس. هاد الناس ما كيكتبش وما كيقراش، بغا يدير لنا نائب. قال القايد انا اللي غنقول لكم واش ديروا. قلت له حنا اللي كنعرفوا واش نديروا، حنا اللي كيهمنا الامر كالناس ديال اعضاء الجماعه السلاليه وعارفين حنا القانون. ديروا واحد ضدنا، ما ديروش واحد ضدنا. الناس اللي ما كندويوش معاها كاملين خليها هي اللي تطرح سؤال. الرساله الاخيره اللي دابا كنوصلوها للمسؤولين باش هاد يدخلوا في القريب العاجل يحيدوا لنا هاد السيد هذا. هاد الناس هادو ما خدامينش لينا على القانون. قالوا لك اسيدي الجماعه في شهر 3 هاد الناس هذاك ديرهم لينا، ما ديرهمش في شهر 7. هادشي علاش وصيناك حنا جماعه سلاليه دير لي ماشي جماعه. هادشي راه بالبصمات، هو 120 ديال البصمات. ها انت 20، ها انت 20، ها انت 20. ما كنديروش حنا كاع هذيك ديال ستيلو، ما كنديروش حنا داكشي ديال ستيلو باش ما يكونش يقول لك لا راه كاع جمعتوا لا كارطه ديالهم والنماري ديال لا كارط ونكونوا حنايا احنا صاحب احنا داكشي بي سبعه كل واحد. ها هما الفروع، هذا فرع ولاد علي، هما كاينين هنا كاملين، هذا فرع ولاد رحو، هما كاملين. كاين فرع هنايا ولاد محمد بن علي، كاين فرع الدراغمه، كاين كلشي،
كومبلي كاينين هنايا ذوي الحقوق كومبلي. دابا هاد الناس كاملين قالك هادوك الناس اللي غادي يتقيدوا شكون هما؟ ولادنا ووالديهم وهما باقيين حيين. قالك حنا ما غنعطيو حتى واحد لا كارت ديالنا الا بقاو هاد النواب ما كينوبوش علينا شرعا. قائد كنمشيو عندو كيقول لنا المره الاولى الشفافيه والديمقراطيه، الشفافيه والديمقراطيه، ولكن في الاخر كنتفاجئوا بالقمع. اللي دوا كيقول لي نصيفطك للحبس، اللي دوا واحد كيقول لي انت عندك صفر على صفر ما باقيش تهدر، واللي هدر يقول لي نصيفطك للحبس. هاد السيد ضرب عليه ستيلو في المكتب ديالو، ضرب عليه ستيلو وقال لي والله تنصيفطك للحبس. ما يمكنش تصيفط لنا واحد للحبس من بحال هذا ويدير لنا واحد عندنا معاه نزاع واحد واحد فينا كامل كل شيء. هادشي من هادشي من اعوان السلطه هما اللي كيوصلوا الافكار المغلوطه للقايد. علاش حين تلقى حين الشيخ مرض في واحد القرار خاطئ وتلغى وباقي كيحرك البلاد؟ خاصو يتخلى على البلاد. الا دار الا دار نائب نائب ماشي ضده، حنا ما كندويو على ضد واحد، حنا النائب اللي غيكون فيه شفافيه والوضوح ما باغيلوش غيصيفط الشيخ والمقدم للحبس. حيت ماطئين، حيت عندهم قرار خاطئ، حيت الا ولا شي واحد هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا غيتاخذ القرار في النائب، غيتاخذ القرار في الشيخ بانه راه خصك ترد البلاد المالية اللي مستولي عليها. واش القايد كنقولوا ليه الناس ما خصهمش يحرثوا؟ الناس دابا ما خصهمش يحرثوا. العام اللي فات وكينوضوا يحرثوا قال لك انا قال لك ما عندكمش نائب، ولكن انت اش كدير كوصي على اراضي سلاليه؟ انت وصي على اراضي سلاليه كتخدم الدور ديال النائب اللي ما كاينش. الناس غتحبسهم، الناس عندك طرق، عندك كاينين مواد كيتفاعلوا فيهم. حنا بغينا نفاعلوا القانون، قانون 62 17 حنا بغينا نفاعلوه، بغينا نخدموه، المواد اللي فيه بغينا نخدموه لا ضد اعضاء الجماعه السلاليه ولا ضد النواب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.